جماعة، السلام عليكم. نبدأ اليوم نكمل مكان محاضرتنا الأخيرة. كان في عندنا في المحاضرة الأخيرة هاي السيرة نرجع نكتبها، أثبتنا منها طرف، نرجع نثبتها مرة تانية. ونثبت الطرف الآخر. السيرة كانت بالشكل التالي: كان في عندنا function f، هذا الفانكشن معرف من سات A، هاي السات A هي سبسات من R. عندنا C كانت كلاستر بوينت، قلنا انه العبارتين التاليتين متكافئتين. الاولى اللي بنقول هي عبارة عن الليمت ل f of x when x approaches c تساوي l، هاي مكافئة للعبارة الثانية. ايش هي العبارة الثانية؟ انه كل sequence عم تقترب من c لازم صور هاي السيكونس تقترب من l. لكل xn as a sequence، هاي مأخوذة من ال l من ال a عفوا، such that xn بتروح لـc، في عنا f of xn عم تروح للـl. هاي اللي بدنا نثبتها. احنا اثبتنا في المحاضرة الطرف الاول اللي هو بالشكل التالي، راح نعيد اثباته مرة اخرى هون فقط للتذكير. لنفترض انه limit ل f of x when x approaches c is l، نثبت انه اذا في عندي اي sequence هاي السيكونس عم تقترب من السي لازم صور السيكونس عم تقترب من ال. كلام منطقي تماما، لكن هذا كريتيريا نستخدمه لنثبت فيه انه limit ل function معين هي عبارة عن l. so لنفترض الطرف اليسار ل limit f of x when x approaches c تساوي l، هذا بيعني حسب تعريف الليمت انه لأي epsilon انت بتعطيني اياها انا بقدر الاقي دلتا اكبر من صفر، بحيث ايش شو النتيجة اللي بنعرفها؟ إذا أعطيتني if x موجود في الA و x minus c كانت أقل من دلتا وأكبر من صفر، then النتيجة اللي بنعرفها جميعنا إنه f x minus l أقل من إبسلون. تمام، هذا بس إعادة صياغة لهذا التعريف. إحنا اللي نثبته إنه f الـ xn عم تروح للـ l. تمام. so since xn عم تروح لـ c، هاي sequence، هاي chapter 3 خدنا تعريف ايش يعني sequence approaches c، هي معناها انا لكل epsilon بقدر الاقي k such that عناصر هذا السيكونس الفرق بينهم وبين ال c اقل من اي epsilon نختارها. طيب شو رايكم ان نختارها لدلتا؟ دلتا اكبر من الصفر فاكيد راح نلاقي k. so there exists k موجودة في natural number such that xn minus c هاي اقل من اي عدد موجب احنا نختاره. انا حختار الدلتا اكيد، هذا اكيد حيكون xn c اقل من الدلتا. اوكي، بما ان xn minus c اقل من الدلتا هذا بيعني و xn موجودة في ال a، لان xn اصلا هي sequence مأخوذة من ال a،
بما انه حاصل الطرح بينهم اقل من a، هاي العبارة بتقول لي ان صورة fxn minus l اقل من epsilon. So عندي f of xn minus l اقل من epsilon. وين هذا الكلام؟ اذا كانت n اكبر او تساوي k، وهون n اكبر او تساوي k. نلاحظ كمان مرة، اخذنا تعريف الليمت معناها x minus c اقل من دلتا. اذا كانت x minus c اقل من دلتا معناها f ال x minus l اقل من epsilon. اوكي، نرجع للسيكونس اللي عندنا اياها، xn minus تقترب من c معناها xn minus c رح تصير اقل من epsilon، اقل من دلتا بعد k معينة. هذا بيعني انه اذا x minus c كانت اقل من دلتا، xn minus c اقل من دلتا، بيعني انه f ال x minus l اقل من epsilon. هذا الجزء الاول من الاثبات. الجزء الثاني، الجهة الثانية من الاثبات اللي هو ايش؟ الجهة الثانية من الاثبات اننا نثبت انه اذا كانت كل سيكونس صورة كل سيكونس تقترب من ال L، نثبت انه ليمت f ال x بتساوي L. الاثبات راح يكون بالكونتربوزيتيف لو. ايش يعني بالكونتربوزيتيف لو؟ اوكي، كيف نستخدم الكونتربوزيتيف لو لنثبت هذا الطرف الاخر؟ لو قلنا هذا الطرف سميناه P وهذا Q، الجزء الاول اثبتنا انها P implies Q. هلا بدنا نثبت، المفروض انه نثبت Q implies P. كيف نثبتها؟ في طريقتين، في اكثر من طريقه للاثبات. في طريقه الاثبات المباشر انه بنفترض صحه كيو بنتوصل لصحه بي، بس احنا بنقول بدنا نستخدم الكونتربوزيتيف لو. عشان نستخدم الكونتربوزيتيف لو بنفرض نات بي وبنتوصل منها لنات كيو. اوكي، بدنا نفرض نات بي ونتوصل لنات كيو. ايش هي بي عندي؟ البي هي الليمت f of x بتساوي l. بدنا نتوصل لانه نت كيو، انه في عندي سيكونس بتروح للسي بس صورها ما بتروح للال. اوكي، بدنا نفرض انه هاي مش صحيحه، لان الليمت از نت l. بدنا نثبت من خلال هذا الفرض انه كيو مش صحيحه، كيو مش صحيحه يعني في عندي سيكونس بتروح للسي وصورها ما بتروح للال. So to do so we have the following. So let limit f of x when x approaches c لا تساوي l. ايش معنى هذا الشيء؟ انه limit ل f ال x ما بتساوي l. معنى هذا الشيء، اوكي، ايش معنى limit ل f of x ما بتساوي l؟ معناها بقدر الاقي epsilon 0 بحيث انه اي دلتا اكبر من صفر انت بتختارها راح تلاقي اكس، هذا الاكس بيعتمد على الدلتا بحيث انه يكون قريب على السي بس صورة اف الاكس دلتا مش قريب على ال. اكس دلتا ماينس سي اقل من دلتا، اقل من دلتا but f ل x دلتا minus l هذه اكبر او تساوي epsilon 0. اذا في عندي epsilon 0 معناه limit ل f ال x ما بتساوي l، انه بقدر الاقي epsilon 0 بحيث انه اي دلتا تعطيني اياها هاي الصور ما راح تكون اقل او تساوي اقل من epsilon. شو معناها ما راح تكون اقل؟ معناته في عندي x معينة، هاي ال x معينة صورتها راح تكون اكبر تساوي epsilon 0. اوكي، so يعني لو اخذنا n بتساوي 1، اكيد اكيد بقدر الاقي x 1 نسميها، بحيث انه x 1 minus c اقل من 1 such that
صورة الاف اكس واحد اكبر او ماينس ال اكبر او تساوي ابسلون زيرو. طيب لو اخذنا ان بتساوي 2 نقدر الاقي اكس 2 كمان، بحيث ان اكس 2 ماينس سي اقل من النص، عشان نقول ان دائما لاي دلتا انت بتعطيني اياها بقدر الاقي عنصر جواها صورته such that f ال x تنين minus r أكبر أو تساوي epsilon zero. نفس الشيء m تساوي k بقدر ألاقي x نسميها k، بحيث إنه ال x k ماينس سي أقل من واحد على كي، صورة الاف اكس كي ماينس ال أكبر أو تساوي إبسلون زيرو. لاحظ إحنا قدرنا نلاقي سيكونس اكس واحد اكس اتنين اكس كي، هاي السيكونس اكس كي ماينس سي اقل من واحد على كي، معناها اكس كي هاي عم تقترب من السي. لاحظ هون اكس اتنين ماينس سي اقل من النص، اكس كي ماينس سي اقل من واحد على كي، اي كي لما كي تروح للانفينيتي هذه اكس كي بتقترب من السي. بس ايش الشيء المهم جدا، انه اف الاكس كي ضغط اكس كي صورها مش عم تروح ل ال، وهذا الشيء اللي بدنا اياه نتذكر. كمان مرة احنا قلنا نفرض انها في مش صحيحة، فرضنا انها في مش صحيحة، قدرنا نلاقي سيكونس هذه السيكونس صورها ما عم تروح ل ال ال. وبالاخير هي الثيرم شو بنستفيد منها؟ نستفيد منها انه اي ليمت بالفانكشن العادي نقدر ننظر لها على انها عبارة عن limit the sequences.